الله أكبر. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في. مرحبا بكم مباشره من اولاد عبدون دوار السيد الرافه. مرحبا بكل متتبعينا اينما كنتم مشاهدينا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. جينا خوتي نتشاركوا معكم الفرحه. سبق لنا وجينا لهنايا لهذا الدوار، يعني الحمد لله بعد النداء وبعد فيديو شوف تي في اليوم تنشوفوا الحمد لله الفرحه دخلت للدوار والساكنه فرحانين من بعد ما داروا النداء. يعني تنعقل على الام ديال هاد السيده، هادي واحد السيده دابا نهار اللي عطيت لها الميكرو بكات من انها مريضه وما قادرهاش تمشي تسقي الماء وكضربوا مسافه، والحمد لله باقي الخير في الدنيا خوتي. ربي سبحانه وتعالى بعد فيديو شوف تي في سخر لهم محسنه حفرت البير، يعني للزوج ديالها اللي توفى، يعني ارمله حفرت البير للزوج ديالها صدقه جاريه. الله يتقبل منها والله يوصلها ليه بالرحمه والمغفره، صدقه جاريه حيات بها. الحمد لله ناس الدوار الاشجار الغنم ما شاء الله وتبارك الله وصلت عندي الحمد لله. هنا يا خوتي كتشوفوا معنا، يعني نحاول تشوفوا يعني تبارك الله هذا الماء الصافي اللي كانوا كيضربوا عليه مسافه باش يعمروا يعني البيدوزات ديالهم. الحمد لله اليوم كنشوفوا ها هو حدا الدار ديالهم. ومرحبا بناس الدوار خوتي، مرحبا باي واحد محتاج.